حقك فلا تأمن غدره. من كان صديق عدوك صديقك فلا تأمن غدره. وأنتم الآن الروسي والتركي أصدقاءكم، فوالله ليغدرون بكم شر غدره، والله ليغدرون بكم شر غدره. والله الذي عرف إن أرامكو ستحترق وستذهب إلى الجحيم ويرتفع النفط هذا الارتفاع المرعب، ماذا عندكم عليه بعد من شائبة؟ سأخرج إليكم، كيف أحاججكم؟ هذا ما أراده لي معلمي، أن يبيض وجهنا وتسود وجوهنا.